اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الاستاذ محمود شاوي. ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا بك كابتن اسلام. اخبارك ايه؟ الله يخليك الاستاذ محمود كابتن اسلام، شغل عالي جدا. استاذ عبد الحكيم تعرفه؟ حبيبك. انا لو اعرف انه موجود حبيبك. ماشي. ازيك يا استاذ حكيم؟ ازيك كابتني؟ الف إيه؟ مبروك على الشكل الجديد. بس يعني الشكل الجديد ده انا بقالي شهر. ما انا اول مره اجي من ساعتها. صحيح، انت بقالك اول مره. بس يا رب الحلقه تعدي، عشان اخر حلقه كانت مش لطيفه معايا. انت ومحمود بتتخانقوا على الهواء. على طول. ينفع الكلام ده؟ كل شويه حد يكلمني يقول لي هو محمود شاوي وعبد الحكيم ابو عالم بيتخانقوا مع بعض. زعلانين من بعض. زعلانين من بعض. اقول لكم يا جماعه والله لا، كل واحد بيقول وجهه نظره. احنا اصل الناس متخيله، او بعض الناس بتبقى متخيله، ان احنا داخلين متفقين كل واحد هيعمل ايه او هيتكلم في ايه، وده ما بيحصلش. انت ممكن تقول وجهه نظر تختلف فيها مع الاستاذ الحقيقه، ممكن انا اختلف مع حضرتك الحقيقه كابتن اسلام. والامانه حضرتك مثلا من ضمن الناس اللي من اكتر الناس اللي ما بتقولش لحد مثلا هنتفق او هنتكلم او هنعمل. حضرتك بتسيب كل واحد يقول وجهه نظره، ممكن نختلف بس خلاف، يعني زي المره اللي عدت كان خلاف. صحيح. موضوعي، خلاف محترم. في الاول والاخر طلعنا في نقاش على الانديه الشعبيه، كل واحد قال وجهه نظره. ما هو دلوقتي كان الاستاذ عبد الحكيم ابو علم استاذ محمود بيكلمني بيقول لي ايه، بيقول لي يعني ايه موضوع المهاجم. قلت له يا حبيبي انت قول اللي انت عايزه، انا بالنسبه لي أنا لا أعرف شيء عن هذا الأمر إلا عندما يعلن النادي الأهلي عن هذا الأمر. صحيح. لو النادي الأهلي لم يعلن أنا لا أعرف شيء. هتقول لي مفاوضات، هقول لك قد يكون هناك مفاوضات وقد أكون عارفها، ولكن بره الاستوديو. صحيح. هو الاستوديو بقناة رسمية لا أعلم شيء. فاهم؟ مظبوط. عشان كده أنا بقول لك هذا الأمر، لكن بالنسبة لي حتى لو كل برامج مصر بتتكلم في هذا الموضوع. مزبوط. أنا مش إسلام، قناة النادي الأهلي لا تستطيع، وأنا قلت الكلام ده مليون مرة قبل كده، ويمكن يعني البعض كاتب لي يقول لي يا عم إسلام يعني ده مصر كلها بتتكلم. مصر كلها تتكلم، لكن قناة النادي الأهلي لا تستطيع. أنت ده ولا إيه رأيك يا أستاذ محمود؟ لما النادي الأهلي يعلن رسميا أن موديست أصبح لاعبا في النادي الأهلي، فقناة الأهلي هتعلن ذلك على الفور. إذا لم يحدث ذلك خلاص الموضوع كان لم يكن، كأنه لم يكن. بالضبط. لكن دي قناة رسمية، وده لازم نحترم ده في القنوات الرسمية للأندية والهيئات، انه الخبر الرسمي هو اللي بيطلع من خلال القنوات الشرعيه الرسميه. صحيح. الناس كلها فعلا عارفه ان في مفاوضات، الناس كلها عارفه ان الاهلي بيسعى نحو ضم مهاجم جديد، الناس كلها متفقه حول فكره ان الاهلي يحتاج الى مهاجم جديد، الناس كلها مقتنعه بفكره ان الاهلي قدامه منافسات شرسه في الموسم الجديد. صحيح، حقق موسم تاريخي في الموسم الماضي بخماسية مبهرة استثنائي. يعني انا كنت دايما اقول ان احنا اتمنى ان احنا نعمل كل سنه الحفله الاستثنائي اللي احنا كنا فيها اخر مره، حفله الابطال والبطل الاستثنائي فعلا. صحيح. في كل الالعاب. لكن لو اتكلمنا على الكوره باعتبارها اللعبه الشعبيه الاولى وستظل اللعبه الشعبيه الاولى، فانت امام موسم تاريخي خماسي مبهر. حقيقي. انت عندك موسم اخر في منافسات اكبر بانضمام بطوله جديده اللي هي دوري السوبر الافريقي او الدوري الافريقي كما يسمى. يعني دي منافسة بتضم 8 أندية كبار في القارة الإفريقية. الأهلي أكيد بيسعى لحصد اللقب أول نسخة، والأهلي اعتاد دايما أنه يكون في المقدمة، يكتب اسمه بحروف من ذهب كبطل أول نسخة في الدوري الإفريقي. دي بتديك حمل كبير وحمل أكبر. حقيقي. وتحدي مختلف لكولر وجهازه والإدارة والنادي. علشان كده بنكرر نفس الكلام، أنه الكل كان عنده قناعة أنه لابد من التدعيم. الأهلي دعم صفوفه ب إمام عاشور، لاعب وسط ممتاز من الناحية الفنية والبدنية. رضا سليم أفضل لاعب في الدوري المغربي، واحد من أهم المواهب في الوطن العربي. بيضم مهاجم جديد إن شاء الله، تنتهي الصفقة على خير أو النادي الأهلي يعلن رسميا عن حسم الصفقة. ده كله بيأكد لك أن الأهلي بيسير على الطريق الصحيح نحو تكرار موسم استثنائي إن شاء الله يكون. نتمنى أن يحدث. أستاذ عبد الحكيم، في هذا الأمر تحديدا أنا بدأت أفهم، أو يعني كل جمهور النادي الأهلي بدأنا نفكر بهذا الشكل، أن الصفقات ليست بالكم ولكنها بالكيف. بمعنى أن أنا خرج من عندي حمدي فتحي فجبت إمام عاشور، خرج من عندي لاعبين آخرين فجبت مكانهم رضا سليم يستطيع أن يلعب في كذا مكان. هناك تفكير او احتماليه في ان يكون هناك بعد خروج محمد شريف وبعد خروج رجع مثلا صلاح محسن، ما هو نعتبر ان صلاح محسن وكريم ندفت. نعم، صلاح محسن وكريم ندفت في وسط الملعب. بتكلم على وكريم ندفت في وسط الملعب، وبالتالي الصفقات ليست بالكم ولكنها بالكيف. النادي الاهلي زي ما احنا كنا اتكلمنا اكتر من مره هنا كابتن اسلام بيدار بنظام مؤسسي. القصه مش قصه ان انا اجيب مثلا 10 12 لاعب وارصهم قدامي واقول انا كده عامل موسم ماركاتو. طب ماشي، والناتج الفعلي ايه؟
القصه بتبقى في النادي الاهلي نظام مدير فني بيطلب احتياجاته في اداره سكاوتنج بتشتغل على مدى الموسم بترشح طبقا للمراكز اللي عايزها المدرب وطبقا للاستراتيجيه اللي بتقعد بيجتمعوا بيحددوا المراكز انت عايز كم مركز انت مشكلتك في كم مركز مارسيل كولر ما كانش محدد مثلا لاعب خط وسط كان هيكتفي بعوده كارم نيدفيد لما جت فرصه كويسه لحمد فتحي والاهلي تقديرا للاعب وبشكل معين اللاعب خرج بنظام البيع النهائي للوكر القطري كان لازم ان انت تشتغل هنا على المركز بتاع حمدي فتحي كارم نيدفيد كان مقرر عودته باي شكل فبالتالي انت ابتديت تبص لمين لمين افضل متاح رتبت اللي عندك جبت امام عاشور هكذا تدار الصفقات في النادي الاهلي بالشكل ده ان انت محتاج مش بقى قصه اصل احنا كنا بنعمل كوبري اصل احنا قصه من مش عارف مين اصل احنا على راي المهندس حضرتك هقول لك في كوبري ب 3 مليون دولار ولا 2.5 مليون دولار ده يعني اكبر كوبري في العالم فالصفقات بالنادي الاهلي بتدور بهذا الشكل انت مش من عندك في مركز المهاجم حسام حسن مش من عندك شادي حسين طلع محمد شريف بيع نهائي فبالتالي اشتغلت بتشتغل حاليا على مركز المهاجم وما ينفعش نقول ان احنا خلصت الا لما النادي الاهلي يعلن على صفحاته ومنصاته الرسميه واداره النادي الاهلي تعلن عن اتمام صفقه المهاجم فالنادي الاهلي بيشتغل بنظام النواقص اللي عندك ايه ودعمها صحيح. المراكز اللي انت محتاجها عشان هتلعب 7 بطولات السنه اللي جايه او 8 او 6 بطولات و60 مباراه محتاج العدد ده محتاج الشكل ده يكون عندك عنصرين او 3 ولا ننسى كابتن اسلام الناس ممكن تزعل مننا بس صلاح محسن يعتبر صفقه جديده خرج خد فرصه اعاره شارك وادى بشكل كويس كارم نيدفيد اعاره سنتين شارك وادى بشكل كويس جدا لما رجع كمان اكرم توفيق عنصر مهم جدا 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 صحيح. عودته من الرباط الصليبي اضافه رائعه نتمنى استمرار كريم فؤاد نفس الموضوع نتمنى استمرار السلامه ليهم دول عناصر في اتنين انت كمان نسيهم معتز معتز محمد وزعلوك لا وعلى فكره لو حضرتك هتدخل في السكه دي عندك احمد خالد كباك اللي تم تصعيده مؤخرا ما هو برضه على رادار التصعيد للفريق الاول عندك كذا لاعب فريق 2005 وفريق 2005 مليان مواهب وفريق 2003 الناس اللي كانت بتنتقد في وقت سابق قطاع الناشئين في النادي الاهلي دلوقتي قطاع الناشئين الناس بتتكلم عنه ايه لما بنذيع الماتشات هنا في القناه الماتشات بتاعت الناشئين الناس دلوقتي بتقول لك يا سلام 2005 و2003 الحمد لله 8 و4 قطاع الناشئين طب ما هو ده القطاع الناس كان بتكلم عليه يعني صحيح في كل اللاعبين او كل اللي موجودين في سواء في 2003 او 2005 ممكن جدا تلاقيهم في مصطفى مخلوف فريق اول رافت خليل فريق اول عندك حمزه علاء فريق اول عندك مصطفى مخلوف فريق اول مصطفى شبير قبلهم كان بسنه فريق اول عندك لعيبه عندك كريم الدبيس فريق اول عندك احمد نبيل كوكا فريق اول عندك محمد زعلوك فريق اول ادي مثلا عندك معتز محمد فريق اول عندك احمد عبدين من المرشحين للفريق الاول عندك عمر سيد معوض من الفريق المرشحين احمد خالد كباكا مرشح محمد رأفت المهاجم اللي جاب 3 اهداف عبد الفتاح ومحمد عبد الفتاح وعندك التوأم حسام ابراهيم عادل اللي فريق 2005 كل دي عناصر بص القاعده قد ايه اللي قدامك كمان عندك فريق 2003 كذا عنصر النهارده ناس تألقت زي ميدو نبيل زي اكتر من لاعب موجودين في فريق 2003 برضه ممكن ياخدوا فرص ويكون لهم دور بجانب اللعيبه اللي خرجت على سبيل الاعاره زي محمد اشرف اللي راح زد ما ننساوش زي حمدي ياسر اللي تم اعارته للداخليه لكن الاعراض دي كانت سبب رئيسي في عوده مثلا اكرم توفيق للنادي الاهلي في شكله او في ثوبه الجديد كمان محمد المغربي موجود اعاره في سموحه عندك عبد الله بوستانجي مواليد 2005 عرف سموح بص كم صحيح. كم لاعب احنا بنتكلم فيهم في 2005 و2003 ما يقارب 16 او 17 لاعب دول كلهم مؤهلين انهم يكونوا موجودين فين ذخيره كبيره جدا في الفريق الاول حكيم الاعراض دي حقيقه يا كابتن اسلام مردود مالي مهم مالي جدا مالي مهم برافو عليك ناس كتير ما تتوقفش قدام النقطه دي انه فكره التسويق مش فكره ان اللاعب يطلع برضه يجيب ما اعرفش هل من مسموح لينا ان احنا لا بدون ارقام يعني يعني انا كنت لسه عايز اتكلم بالعكس ليه يعني انا وجهه نظري ان احنا لما نيجي نطلع نتكلم في ارقام ما نطلع نتكلم هو لا ما هي الاعاره دي يا جماعه جزء من الاجزاء الاقتصاديه اللي بيستفيد منها النادي من الناحيه الاقتصاديه الناحيه الفنيه الاول النادي الاهلي دائما ينظر للنواحي الفنيه ولكن الناحيه الفنيه مزبوط. ولكن ايضا كناحيه اقتصاديه ما انا بصرف قد ايه انا بصرف ملايين طبعا. ومليارات على الانديه وعلى قطاعات الناشئين في الانديه والفريق الاول لا بصراحه الملف ده اتعمل السنه دي بشكل مميز اعتقد جدا اعتقد اتعمل بشكل جيد رائع حقق ملايين كتير جدا الاعارات رقم محترم جدا 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 التعاون كان مع بعض الانديه كان تعاون مثمر وواضح في مردود مالي في مردود فني هيحصل زي ما حصل مع لاعبين اخرين زي صلاح محسن مثلا لما طلع ورجع انت عارف يا محمود لو وعبد الحكيم لو اتكلمنا في الامر ده انت عارف ان هو بيوفر يعني ممكن تطلع اعارات تجيب لك فلوس ولكن انت لما تطلع ناشئ يعني انت فاكر لو 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 واحد زي عماد متعب وطلع بقى راس حربه هتوفر فلوس قد ايه في راس حربه صحيح
فاهم قصدي؟ انت موفر ارقام كبيره جدا. واحد زي مثلا حسام عاشور لما طلع من الناشئين في وسط الملعب قعد كام سنه يلعب؟ 20 سنة يعني يعني 13 سنه فريق اول بالظبط كده. فوفر قد ايه في هذا المكان؟ صحيح. واحد زي مصطفى شوبير وجوده في هذا المكان، واحد زي كل بقى انا مش عايز بس عشان ما انساش حد، هو معتز محمد ومحمد عبد المنعم دلوقتي كابتن و... دول مثلا محمد عبد المنعم صحيح محمد عبد المنعم معتز محمد ومحمد عبد المنعم دول مثلا في المركز. عندك مثلا المركز ده مثلا خط الدفاع، خط الدفاع الناس تقول لك انا مش بتكلم في اي حاجه، الناس مثلا ما تيجي تقول لك الاهلي محتاج مدافع ممكن تكون وجهه نظر المدرب بس تعال بص حط ورقه وقلم وقول انت عندك في المركز ده كام واحد وسنهم قد ايه، وركز في جمله سنهم قد ايه يا كابتن. صحيح. عبد الله بستانج مواليد 2005 معار، ومحمد مغربي مواليد 2001 معار، يرجعوا لك في اي وقت من سموحه يكونوا جاهزين يلعبوا اساسي. الخط الدفاع اللي موجود عندك معتز محمد مواليد 2005، محمد عبد المنعم على ما اعتقد مواليد 99 او 98 مش متذكر التاريخ بالظبط. ادي شوف عندك ده اربعه، كام واحد عندك تحت في اللي عندك؟ احمد عبدين، عندك في لاعب تاني على ما اعتقد عندك حمدي. عبد الرحمن رشدان عندك حمدي ياسر، عندك كمان ابراهيم عبد الحكيم، اسماء كلها كل كبيرة. المجموعه دي تنفع تلعب كل دي السن بتاعهم كام؟ 2005 2003 2004 2003 2002 تخيل بقى قدامهم كام سنه يبدوا النادي الاهلي. برافو عليك، ما هو ده كام سنه طبعا انا لا النادي الاهلي لا ينظر للتوفير، ولكن انا بتكلم ان هو برضو هيوفر لك مبالغ ماليه. ما هو طبعا اللاعب ده هياخد فلوس، يعني هو لو بياخد دلوقتي 10 جنيه لما يكبر ويتعمل له عقد ويلعب في الفريق الاول هياخد مبلغ، ولكن مهما كان المبلغ اللي هياخده بس انت كابتن دلوقتي اي نادي بتروح تكلمه دلوقتي على اي لاعب مع كامل الاحترام لكل الانديه بسم دولار. الله الرحمن الرحيم بيقول لك ايه؟ 30 مليون جنيه. في لاعب ناشئ مواليد 2002 الاهلي راح يكلمه كمدافع، انا مش هذكر اسماء، قال لهم كام؟ 25 مليون جنيه. ماشي، واحنا ده رجعنا النقطه اللي بنتكلم فيها كل مره والناس بتزعل مننا. استثمار الفنكوش المنتشر بقاله فتره اللي ما حققش الرياضه المصريه قطاعات الناشئين والحاجات دي، ولا لا اللي هي ايه؟ انه انديه طلعت في السوق وفي الراستر الرياضي لم تحقق شيء للرياضه المصريه سوى حاجه واحده بس، رفعت اسعار اللاعبين. اوكي، يعني في انديه الناس كلها عارفاها حتى من غير ما نذكر اسماء، الناس كلها عارفاها في البيوت هيرددوا اسمائها واحنا قاعدين دلوقتي. انديه لم تضع طوبه واحده في ملعب، في مدرج، في نجيله، ما عملوش ملعب نجيل صناعي حتى. حلو الموضوع ده فعلا. ما حققوش اي شيء. خلي بالك يا كابتن اسامه، ما هو الاستثمار الرياضي؟ استثمار الرياضي فرع زي التجمع، فرع زي بالظبط ان انت تعمل بنيه تحتيه في المقام الاول صحيح، ثم بنيه رياضيه صحيح، او دور رياضي صحيح، ودور اجتماعي ودور تربوي. انديه الاستثمار الحمد لله ما شاء الله حاجه جميله جدا، ما فيش اي دور مجتمعي، ما فيش اي دور اجتماعي، ما فيش اي دور رياضي، ما فيش بنيه تحتيه اتبنت. انا كنت اتمنى يا كابتن اسلام انه لما احنا ننادي بالاستثمار الرياضي ان احنا نطالب من الانديه اللي تطلع على السوق وفي الساحه انها تبني استاد، تبني اوضه لبس، حتى تبني ملعب، تنزل المحافظات تبني صحيح. تعمل ملاعب. على فكره انا هنا وانا لا اتكلم عن نادي بعينه ومحمود نفس الكلام او عبد الحكيم نفس الكلام، احنا هنا زي ما حضراتكم عارفين دايما بيبقى عندنا كل اسبوع قضيه بنناقش فيها مثل هذه الامور. اعتقد ان احنا يجب ان نضع هذا الامر، وده ضروري. انا بقول لاصدقائي وزملائي في الاعداد ان احنا محتاجين ان احنا نتكلم في هذا الامر ونعمله قضيه بقى، ونجيب حد من الانديه الاستثماريه اللي احنا بنسمع عنها، نجيب حد نسمع برضو. انا دايما في مثل هذه الاوقات بجيب كل الاراء. انا قلتها مع حضرتك، اتفضل. انا مستعد لمناظره مع اي مسؤول ومع اي شخص مناصر لفكره الاستثمار الرياضي في مصر بالطريقه اللي بتتعمل دلوقتي. انا مستعد للمناظره دي لسبب بسيط جدا. انت ما تعرفش الارقام يا محمود برضو، ما هو اصل خلي بالك لا في الاخر ممكن طبعا يجي يقول لك انت ما تعرفش ارقام، انت بتتكلم في ارقام. لا اعرف ارقام طبعا، اعرف ارقام مرعبه. اوكي، اعرف نادي صرف 350 مليون جنيه في عقود اللعيبه السنه اللي فاتت لم يحقق اي شيء. اعرف انديه يعني أخرى. عندك ورق بالكلام ده ولا هو طبعا اوكي. اعرف انديه بتصرف مكافئات الماتشات بس بارقام خياليه لم تحقق شيء للرياضه المصريه. اعرف انديه بتبيع الوهم للناس ومفيش اي تاثير ليها في المنتخبات المصريه. بمعنى لما تيجي تكلمنا عن نادي زي النادي الاهلي او الانديه الكبيره العريقه في مصر لا تاثير في المنتخبات صحيح، في الكوره وفي الهاندبول وفي الفولي وفي الباسكت وغيره 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 في كل الالعاب. انديه الاستثمار الرياضي المنتشره دلوقتي اللي بتظهر دلوقتي انا معترض عليها لسبب بسيط جدا، ان ملهاش اي تاثير في المنتخبات المصريه. معلش، هي مره تانية برضو محمود هنا لا يقصد نادي بعينه، او هو بيتكلم هنا انديه الاستثمار اللي بتظهر وبتبيع الوهم. على فكره انا بقول كده لتقويم الامر.
بمعنى، وليس ضد احد. أيوة انا عاوزهم يبقوا مؤثرين في المجتمع. ما شفتش نادي فيهم يا كابتن اسلام عمل فرع زي التجمع الخامس مثلا، فرع الالف التجمع. انا نفسي الانديه دي بقى لها دور في البنيه التحتيه، تعمل انديه اجتماعيه زي ما هو وعد. هضيف كلمه عليك واسيب لك تكمل. ضيف. هو يا كابتن اسلام الصالات المغطاه اللي في النادي الاهلي في الجزيره مش ممكن يجي المنتخبات دي تتمرن عليها وتلعب عليها ماتشات؟ ممكن. ومش بيحصل. تمام. هو بيحصل. الصالات اللي اتعملت فرع الشيخ زايد الجديده جمباز وحاجات زي كده مش ممكن تتلعب عليها بطولات؟ يلعب. طيب ما هو ده المفروض الاستثمار اللي انت بتتكلم عليه، ده اللي انا ده اللي محمود يقصده. مظبوط. ايوه لا انا فاهم في دي. انا فاهم ان انت في تضيف للبنيه التحتيه في مصر ما يؤهلك انك تكون لما تيجي تلعب بطوله افريقيا مثلا للجمباز وتيجي مثلا استاد القاهره في صيانه مثلا تقول ان اروح العب في النادي الاهلي يستضيف البطوله ما يستضيفهاش، عندك مجمع عالمي. عارف لو حصل ده يا كابتن اسلام كلنا هنضرب تعظيم سلام للانديه الجديده والاستثماريه. صحيح. كلنا ليه؟ هيبقى في فرحه بوجودهم مش زعل من وجودهم. الزعل من وجودهم ليه؟ لان انت بترفع قيمه. أيوة. اللاعب بدون ان تكون هذه هي القيمه الحقيقيه بغض النظر عن ما تتكلمش على حد. هذا الامر وهذا الملف هيوديك لملف اخطر. وانا كلمت فيه قبل كده ومن المنبر بتاع حضرتك المحترم ده لازم يتم فتح هذا الملف. الناس اللي بتطالب النادي الاهلي بالحصد كل البطولات وعدم التفريط في نقطه واحده وغيره من الانديه لازم هو بيطالبوا بده يبصوا على حاجه اهم اللي اسمها اللعب المالي النظيف. يا سيدي تاني طبعا انا قلت تاني. الموضوع ده في السنتين طبعا هنا الموسم اللي طبعا هنا والدنيا قامت وما عادتش. يا كابتن ايه هو اللعب المالي النظيف؟ المدخلات والمخرجات. طيب النادي الاهلي اللي داخل قد اللي طالع. لا ده كمان ممكن يا عم اديهم فائض 20% مثلا. بص اكتر من كده يعني خسر 20% لمن لا يعلم. حبيبي انت هنا انت لا تطبق موضوع التراخيص. انت عندك والله انا لا اتكلم عن احد ولكن انا بتكلم عن وضع في كره القدم المصريه ان هناك انديه بتايد لعبتها وهي عليها ملايين كتيره جدا عشان تدفع وبتايد لعبتها. حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ لا بص ده خد الاكتر خد الاكتر. طب فتقول لي لاعب المالي نقطتين اثنين يا كابتن اسلام نقطتين. النقطه الاولانيه انه النادي الاهلي وزيه من الانديه الحكوميه المصريه بتخضع للجهاز المركزي المحاسبات رقابه الجهاز وفي حاجه اسمها الميزانيه السنويه الاهلي بيعدها وبيطرحها على الجمعيه على الاقل بتاخد على المراقبه مراقبه وتفتيش. تمام. الانديه الاستثماريه ما تحصلش معاها كده ده رقم واحد. رقم اثنين وده الاهم وانا بطالب انا ما عنديش فكره الحقيقه في النقطه دي لا يعني ما بيخضعوش يا كابتن لا لا الجهاز المركزي للمحاسبات دي حاجه خاصه دي حاجه خاصه بيه يعني هو هيجي يفتش عليه ازاي؟ الحاجه الثانيه اي عقد في النادي الاهلي لاي لاعب بيبقى عقد كامل بفلوس كامله يخضع للضريبه طبعا حكومه طبعا خد بال حضرتك الانديه الاستثماريه انا بطالب اتحاد الكوره ها بالكشف او الاعلان عن خضوع كل عقود اللعيبه في الانديه الاستثماريه الخاصه للضريبه كامله بمعنى اللي عاده 20 مليون يكون متسجل في العاده 20 مليون لا لا استنى استنى واللي عاده 60 مليون يكون مكتوب في العاده 60 مليون محتاج افهم اكتر معلش فهمني انا في في, بس في يعني بعض النجوم ممكن تلاس في بعض النجوم في بعض الانديه عقودهم مخطيه 56 مليون مثلا حلو في السنه حلو اللي موجود في العاده راح اتحاد الكوره كام؟ كام معرفش اقل من كده بكتير طب وبتتحسب ازاي؟ بياخد فلوسه ازاي؟ بياخد هو عشان حاجتين بره العقد بيبعد عن الضرايب فين ضريبه الدوله؟ بيبعد عن الضرايب النقطه الثانيه النسبه يا جماعه ده كلام خطير جدا طبعا نسبه رسوم القيد يعني هل حد عنده في انا برضه هنا لازم يا كابتن اسلام انا بقول لحضرتك اهو يا كابتن اسلام لو في حد عنده الجراه في الجهات المسؤوله عن الرياضه في مصر يطلع يقول لنا لا انتوا اتحاد الكوره تقصد اتحاد الكوره هنا انتوا غلط او وزاره الرياضه حتى انتوا كلامكم غلط يا جماعه كل العقود عقود سليمه ومكتمله وتخضع للضريبه هو محمود بيقصد حق الدوله محمود بيقصد ان ممكن تلاقي الدولة. لاعب نجم كبير جدا المفروض عقده انت عارف نماذج طبعا معروف تمام كلنا كلنا عارفين ان ممكن تلاقي لاعب عقده مثلا بطبيعه الحال في ظل الارقام المدرجه والمعلنه حاليا ما يقلش عن 20 25 مليون جنيه لما تشوف عقده المسجل 6 مليون جنيه 6 ازاي يعني 6 مليون جنيه طب هو بيتعمل كده ليه؟ طب واشمعنى في الاهلي العادي بتعمل اللي ب 10 مليون في العادي ب 10 مليون اشمعنى؟ واللي عايز زياده بيعمل اعلانات اشمعنى؟ والاعلانات بياخدوا عليها ضرايب برضه بياخدوا عليها ضريبه صحيح كل حاجه كمان يا كابتن الانديه الحكوميه تاخد على الضريبه صحيح والا يا كابتن الجهاز الاداري لاي نادي يتحول للنيابه فورا صح خلي بالك الموضوع ما فيهوش هزار الانديه الحكوميه طبعا 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 ما فيهوش هزار خالص يعني ويا ما شفت على فكره ده ملف صعب جدا وملف كبير جدا ولكن يجب ان يكون معانا ورق لهذا الامر عشان احنا ما نطلعش نلقي التهم يا كابتن مش القاء تهم لا 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 دي مش القاء تهم أيوة. انا بقول لحضرتك اهو معلومات اللي فيها اصحابها
اوكي اللي هم اتحاد الكوره ووزاره الرياضه هنا طبعا. اوكي بس وزاره الرياضه مالها ومال العقود؟ هي بيجي لها العقود وحتى لو اتحاد الكوره الثاني هيقول لك المراقبه المراقبه الجهه الرقابيه الوحيده في مصر على الانديه الرياضيه الماليه. بس انا اسمح محمود معلش يا كابتن سامي، هي وزاره الرياضه تملك الرقابه على نادي استثماري؟ انا بقول هنا طبعا تملك نادي استثماري؟ لا نادي استثماري خاص في الضريبه. في الضريبه هل الناس دي بتحط العقود المظبوطه في ورقها وبتخضع للضريبه المصريه؟ طب ودي هتثبتها ازاي؟ ما هي دي المشكله. يعني ما دي كيف تستطيع ان تثبت؟ او سؤال مباشر ماشي. كيف تستطيع ان تثبت انا يا عم باخد 100 مليون من بره وقدمت عقد 8 مليون جنيه هتسحب؟ لا هيطلعوا يقولوا لنا ان عقد فلان ده بمليون جنيه بس كده احنا هنعرف اللي حصل. لا كلام يعني؟ انا اعرف حبيبي. ايوه ما هو انا في الاخر انا في الاخر يعني انا عشان ادفع ضريبه بدفع ضريبه على ورق مظبوط صح؟ مظبوط. الورقه اللي قدامي بتقول ان محمود شوقي بياخد 10 جنيه. لا ما ده هيكشف لك وجهه نظري. لا يعني انت هنا تكشف وجهه النظر فقط طبعاً. بدون اي دليل طبعا يعني اللي فيه تحايل على الامر. هو انا ما امكش. هو في حد في الشغال في المجال الرياضي وما بيعرفش ان ده بيحصل؟ اذا كان بيحصل يعني حضرتك عارف وغيرك اذا كان بيحصل لكن احنا لا هو بيحصل بنخاطب. لا هو بيحصل طبعا هو بيحصل. احنا بنخاطب انا ما عنديش فكره. احنا هنا بنخاطب بس على فكره مش قصه ضريبه بس خد بالك ده برضو في نقطه مهمه جدا. انت رسوم القيد. رسوم القيد رسوم القيد ده رقم الضريبه ده بتهرب منه تمام عشان ما تدفعوش. انت لما تاخد رسوم قيد على 6 مليون جنيه غير لما تاخد رسوم قيد على 40 مليون اللي في العقد طبعا. طيب حضرتك سالت سؤال مهم جدا. اتفضل. السؤال اللي حضرتك سالته ده اجابته اللي احنا قلناه من 5 دقايق اللاعب المالي النظيف. هو يا كابتن يوفنتوس هبط درجه تانية ازاي كده بسبب الحاجات دي وغيره وغيره والسيتي توقف على القيد مره من 3 سنين من الانديه الاوروبيه. طب بيحكموها ازاي يا كابتن؟ مش الموضوع ورق؟ ورق ما بيحكموهاش ورق بس ورق يا كابتن. ازاي مش في انديه تسجل لهم؟ مش في رؤساء انديه تسجل لهم؟ ايوه ده بس ده عايز بقى حد يبقى لا انا بقول لك في العموم في وقائع فساد بتحصل بتكشف عن الوجه الاخر للرياضه. صحيح والله. حتى اصل هو اللعب المالي النظيف هو واضح جدا ان انا مثلا عشان برضو الجمهور يبقى معانا وبمنتهى البساطه انا داخل لي السنه دي 10 جنيه اقدر اصرف في حدود ال 10 جنيه. مظبوط. يعني برضو ده حاجه بمنتهى البساطه يعني مش كده بالظبط لكن والله يا كابتن الموضوع معقد جدا. والله يا استاذ محمود حتى لو طبقا للعقود اللي هي مش هنقول اللفظ مثلا انه معمول عقود غيرها برضو اللعب المال النظيف مش هينطبق على على على, على الناس اللي احنا نقصدهم من الاخر مش هينطبق. لان حتى لو الدخل كام عقود الرعايه عقود الاعلانات كام مش هتعدي مثلا 40 مليون. خلاص انا هغض البصر عن اللعب المالي غير النظيف وهو طالب الناس دي ان هم بس يدونا بصمات في الرياضه المصريه يبنوا لنا ملاعب حلوه واستادات جميله وغرف لبس للعيال الصغيره ويعملوا قطاعات ناشئين محترمه ويساهموا في تطوير المنتخبات المصريه وهنغض النظر عن اي شيء. لكن لا ده ولا ده اعتقد ان احنا بنضحك على انفسنا. انا عندما كنت اتكلم مع احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم عما يخص اللعب المالي النظيف يعني قال لي ما معناه أنه من الصعب جدا 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 تطبيقه في مصر وفي أفريقيا. ليه؟ لأن اللي قبل اللعب المالي النظيف أن أنت يكون يجب أن يكون عندك استاد خاص بيك يعني أنت فاهم؟ عشان الرخص وما عشان الرخص وما إلى ذلك. فهل هو ما بيتكلمش هنا بقى عن مصر؟ لا بس هو كده قال معلومة مغلوطة. أكمل بس هو هنا ما بيتكلمش عن مصر هو بيتكلم على أفريقيا. قال لي الدول الأفريقية الفقيرة هل سيستطيع ما حدش يعرف يطبق عليها اللعبه من 16 17 نادي اللي موجودين او 16 18 نادي اللي موجودين فيها هل تستطيع الانديه 16 او 18 اللي موجوده في اي من الدول الافريقيه اللي بين قوسين من الناحيه الرياضيه هو هنا على فكره أقل؟ ده صديقك ده حظه وحش جدا. اشمعنى؟ لان هو بيتكلم الكلام ده في توقيت هو صديقي يعني هو مش بركات برضه عشان ما حدش المسؤول المسؤول ده حظه وحش عشان كل ما اقول حاجه اقول لك ده اسلام والله ما بركات وبركات انت عارفين ما اعرفش في حظه وحش يا كابتن لانه قال الكلام ده في الوقت اللي الاتحاد الافريقي في موقف في مأزق بسبب بيترو اتلتيكو. ليه بيترو اتلتيكو؟ الاتحاد الانجولي اوقف بيترو اتلتيكو ليه؟ بسبب شبهه فساد مالي. بس اذا الدول بتطبق اهو وبتراقب اهو مش حقيقي ان افريقيا عجزه او في بعض الدول هو بيتكلم على هو هنا كان بيتكلم تحديدا على الملاعب والاستادات. هل لا هو يقصد يا كابتن حاجه ثانيه حسب فهمي يقصد الرخصه بشكل عام لان من ضمن شروط الرخصه
يكون عندك استاد. وهي على فكره برضو اللعب المال النظيف بيدخل فيها الحته دي ان برضو يكون عندك استاد سواء ايجار او 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 او, أو, أو ملك لانه بيتحسب جزء بيتقيم مالي بيتقيم ماليا يعني مالي. اذا كان عندك او كذا والارض بكام والاستاد بكام والبتاع انا اقصد اقول ان يعني احنا قادرين على الرقابه قادرين بدليل انجولا طبعا انجولا بتراقبها يعني انجولا بتراقب وبتطلع لا بالنسبه للرقابه انت تستطيع ان او بالمناسبه احنا هنا بس بنفتح في الكلام في الامر ده لانه زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله يعني بهنا ان شاء الله نتفاوض انا وزملائي على ان احنا نعمل حلقه عن اللعب المالي النظيف وعن ما يخص هذه الامور ونجيب خبراء في هذه لو حتى لو نقدر نجيب من افريقيا محمود سعيد زميلنا محمود سعيد رئيس التحرير علشان نقدر نتكلم في هذا الامر لانه موضوع مهم جدا جدا جدا. موضوع تاني تاثير قطاع الناشئين يا كابتن عشان الناس تعرف بس النادي الاهلي وقطاع الناشئين. احنا كل ده بنفتحه من تاثير قطاع الناشئين يعني عشان ناس كتير بتتهم. طب قولوا لنا على مستوى الانديه المصريه كلها كام نادي قدم عدد اللاعيبه اللي طلعت في النادي الاهلي خلال 4 سنين؟ على فكره احنا مش بنحاسب النادي الاهلي، احنا بنتكلم ورقه وقلم. لان النادي الاهلي برضو صرف ومحمود هيقول لك على الموضوع ده، محمود متابع اكتر. مثلا كابتن خطيب اول ما جه مثلا في اول دوره راح عمل الملاعب، عمل صيانه ليها، عمل غرف ملابس، اهتم بالموضوع، صرف عشان يطلع لك المردود ده. فيا ريت يا كابتن هشام تهتم بموضوع قطاع الناشئين ده وتقول الانديه لان ده القطاع اللي بيبني 10 15 سنه لقدام. لا خلي بالك انا بالنسبه لي برضو موضوع ان انا اتكلم عن قطاع الناشئين ده اهم حاجه لانه انا بشوف ان النادي الاهلي بيصرف كميه مصاريف على قطاع الناشئين تحديدا. دي حقيقة. ويعني اكله وشربه ولبسه يعني طبعا لانه النادي الاهلي يعلم القيمه الوطنيه لان هو بيصرف هذه الامور. وطبعا هنا بيبقى المدخولات قليله اقل شويه ولكن صحيح. في النهايه ويعلم يعلم تماما ان المنتخبات المصريه في كل الدرجات بتعتمد بشكل كبير على النادي الاهلي وانديه الزمالك والاسماعيلي والانديه الجماهيريه الكبيره دي يعني. فده مهم جدا جدا جدا. نرجع نتكلم في الكوره شويه وكولر. واعتقد يا محمود تقريبا مر سنه على وجود كولر في النادي الاهلي. عدد كبير 60 مباراه 44 مباراه تعادل 44 مباراه فوز، تعادل في 11 لقاء، تعثر في 5 مباريات فقط. اعتقد ارقام كبيره جدا لهذا الرجل الكبير. مدرب على قده ازاي يعمل ده كله يعني صحيح. انت لازم تخش شمال عشان الناس كلها ماشيه يمين. حاجه تخش شمال وتدي سرينه صحيح. في ناس شكك تركب القطر. في ناس شككت كتير جدا في كولر صحيح. اللي انا بعتبره وقلتها الحمد لله من شهور عديده يعني انه الصفقه الاهم للاهلي. كولر هو الصفقه الاهم للاهلي. صحيح الاهلي ضم صفقات مهمه في الموسم الماضي وصحيح بيضم صفقات مهمه دلوقتي اتكلمنا عليها من شويه، لكن كولر هو الصفقه الاهم صحيح. لما ربنا يرزقك بمدرب على الاقل منطقي، وهنا انا يعني الكلمه يا كابتن اسلام، في مدربين كتير بيبقى عندهم المهاره والقدره والتكتيك والرؤيه لكن بيغيب عنه المنطق. هنا كولر عنده المنطق ده في المقام الاول. اوكي. اللي هو اللعب وفقا للمعطيات الموجوده، عدم المجازفه في الاوقات الصعبه، قراءه المنافس بشكل جيد، السيطره على غرفه الملابس بابتسامه بحب، علاقته باللعيبه علاقه طيبه حتى ولو دخل في خلاف مع بعض اللعيبه. كولر مش من نوع الصدامي بشكل كبير. نجاحه في حصد البطولات الاخيره دي بيؤكد ان الاهلي كان محظوظ بمدرب وهو كان محظوظ بالاهلي. صحيح. الكوكتيل ده او التناغم ده ادى في الاخر الى النجاح اللي حصل ده. اكرر انه الصفقه الانجح وكمان الراجل بيفكر للمستقبل. ناس كتير اتكلمت على عقد كولر وناس والكلام طلع من النادي الاهلي ان هو لما بيجدد عقده قريبا ان شاء الله بشكل رسمي ويبقى مع النادي الاهلي مده 2 3 سنين ده معناه ان هو راجل بيبحث على الاستقرار. لكن انا باكد لك يا كابتن اسلام ان الراجل ده رفض عروض مغريه فعلا فعلا، مش كلام وخلاص يعني. لا مش كلام وهيجي وقت وهيحصل هتطلع التفاصيل كامله في هذا الملف. الراجل رفض ده لانه بيشعر بالامان داخل الاهلي. علاقته بالكابتن محمود الخطيب وعلاقته بالمنظومه داخل النادي الاهلي علاقه طيبه جدا، بيبص للمستقبل بشكل مختلف. الاهلي اللي حقق ارقام قياسيه في كاس العالم للانديه عينه على خطوه اعلى، عينه على دوري السوبر الافريقي اللي اتكلمنا عليه من شويه. كولر اللي بيشعر بالامان في مصر ومع النادي الاهلي اختار الاستقرار واختار العمل في المنظومه دي. اعتقد انه كل ده بيؤكد لك الاختيار كان سليم. الاهلي لما غير مدربه السابق عشان يجيب كولر ما كانش موضوع بالصدفه، لا ده كان بدراسه حقيقيه، بحث في اكتر من سي في. صحيح في توفيق في الاختيار لانه في النهايه التوفيق ده مطلوب طبعا.
في توفيق في الاختيار، اعتقد انه اختيار مثالي. وكلنا امام تحدي جديد، دايما الوصول للنجاح صعب لكن الحفاظ عليه بيبقى اصعب. اصعب. استاذ عبد الحكيم، جمهور النادي الاهلي ودوره في شكل المنظومه الاهلاويه ده اولا، وثانيا فيما وصل اليه كولر الحقيقه من حب تقريبا كل جمهور النادي الاهلي في قلوبهم يعني. بصوا، جمهور النادي الاهلي تخطى مرحله اعجابنا احنا بشكل شخصي عنه او الناس او ان احنا نتكلم عنه. شوف مثلا احاديث كل الدول العربيه، كل المحللين، كل الناس اللي بتتكلم عن جماهير النادي الاهلي بتتكلم ازاي. انا شفت يمكن حاجه يمكن كانت من فتره بعيده لانيس الشعلان اللي كان منسق احمال في النادي الاهلي، شفت كابتن حسام البدري اعتقد اللي كان مع كابتن حسام بدري كان بيتكلم في التلفزيون التونسي على ما اعتقد، كان بيقول لك ان احنا كنا بنبقى كسبانين بطوله الدوري واحنا رايحين نحيي جماهير بتقول لنا الكاس يا اهلي اللي بعده طب احنا لسه بنحتفل يعني، احنا خلاص كسبنا اهو ورايحين الكاس يا اهلي. خدنا مثلا، وعلى فكره برضو كله نفس الكلام، احنا واخدين دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا، ولما رجعنا مع اول ماتش بعد دوري ابطال افريقيا بتقول لنا الدوري يا اهلي. فحتى دلوقتي الناس اللي بره في كل التعليقات بتكلمك على جماهير النادي الاهلي. لما كنا مع حضرتك هنا مره كابتن اسلام، وشفنا في الشوارع في اسوان المنظر لما كان النادي الاهلي في اسوان. صحيح. كان منظر، القصه مش جوه الاستاد، المنظر اللي جماهير النادي الاهلي استقبلت ومالت شوارع اسوان بيه، انا عمري في حياتي ما انسى المنظر ده، وعمري ما انسى المشهد ده، لان مشهد بالنسبه لي مشهد عفوي. هنا بقى جمهور عفوي، مش تصنع، ما فيش حد يجي يقول لك اصل شعبيه النادي الفلاني في المكان الفلاني 7 أضعاف ولا 8 أضعاف. الجماهير، التذاكر بتاعت كاس السوبر الافريقي للدفعه الاولى كابتن اسلام نزلت، كان اعتقد شفت حضرتك قلت الكلام ده في الانترو، بعد 8 دقائق بالظبط على السيستم الالكتروني خلصت. فده يدلك على ان تتكلم على شعبيه في الامارات في كاس العالم للانديه، انت كنت الناس بتدور على تذكره، ده يدل على ايه؟ على جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي لها دور مهم جدا في جزئيه الدافع اللي ورا الجهاز الفني واللعيبه والاداره ان انت تحقق بطولات. ممكن الناس تشوف ان في انواع ضغوط دلوقتي بقت اكتر على الفريق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال الحاجات اللي بقت مؤثره دلوقتي في الشارع، لكن انا شايف ان هي دي ضغوط ايجابيه، يعني بتبقى بتخلق دوافع عند اللعيبه، لان خصوصا احنا بنعاني دلوقتي الفتره الاخيره من ان الجماهير ما بقتش على المستوى اللي هو مثلا بتملى استاد الا في ماتشات مهمه مثلا زي دوري الابطال. فتم العوض بده باللي بتعمله الجماهير. انا شايف دور الجماهير السنه اللي جايه كمان هيبقى مهم جدا، خصوصا ان انت داخل منافسات اكتر من 6 أو 7 بطولات، منافسات مهمه جدا جدا. وانا عايز بس اقول كلمه في موضوع الصفقات. احنا هنا وانا بتكلم على جماهير النادي الاهلي تدعم النادي الاهلي بايا كان من بيلعب فيه، بايا كان التشكيله اللي موجوده. انت قدرت تفوز السنه اللي فاتت كل الجماهير، او كان هناك البعض بيحاول ان انت يقول لك يوديك لسكه برضو عايزين مهاجم عايزين السنه اللي فاتت مش دلوقتي. الدعم لكل عناصر الفريق، وفي نوع عناصر معينه هتحتاج لدعم لانها تتعرض لحملات على مدار الموسم، حملات صعبه. صحيح. وانا اعي ما اقوله، في بعض اللاعبين هتتعرض لحملات قاسيه. امام عاشور ومين؟ امام عاشور وكهربا طبعا. مين؟ لا اعتقد هم عاشور وكهربا اللي الناس بتتعرض، مش فاهم هي لغه الاحتراف كانت عند رمضان صبحي ومش عند امام عاشور. يقول لك اصل انتوا رمضان صبحي جه من هدرسفيلد، طب ما امام عاشور جه من مين؟ من ميتلاند الدنمارك. انا اتمنى جماهير النادي الاهلي تكون واعيه وتدرك الحرب، او مش هنقول حرب، اللي هيحصل مع الترصد اللي هيحصل مع امام عاشور وكهربا، ويكون خير وداعم للاثنين اللعيبه دول. وبما اننا بنتكلم عن جمهور النادي الاهلي، من المحتمل بكره ان احنا نسمع بشرة جديده وجميله الحقيقه ان شاء الله. انا ما اعرفش حتى الان، لم اتاكد من الموضوع، لكن من المحتمل ان احنا غدا في قرعه الدوري العام المصري نرى زياده في عدد الجماهير ان شاء الله، يتم الاعلان عنها بكره ان شاء الله. يا رب ده يحصل، لانه حتى الان لم يتسنى لنا التاكد في هذا الامر. محتاجين يا كابتن اسلام. محتاجين البشره دي تحصل بكره. الجمهور متعطش فعلا يحضر ويملى الملعب. المشهد في مدرجات مباراه مصر واثيوبيا ما كانش لذيذ خالص. يقلل من قيمتنا بصراحه الكرويه. بمناسبه المشهد، في احد المواقع الرياضيه كاتب جايب 4 أو 5 تنفار قاعدين يقول لك جماهير مصر العظيم. انا بصراحه زعلت. طبعا المشهد كان يزعل. مش دي مدرجات مصر. ولا مش دي مدرجات منتخب مصر. بس احنا كابتن اسلام اللي كان الاسره المصريه بتزعل والله. نعم. لما بنتكلم اللي وصلنا للمرحله دي الناس بتزعل. لا بص، خلي بالك، اصل احنا دايما احنا نفكر في اللي جاي بقى. خلينا نفكر في اللي جاي وننظر دائما. كابتن انت هتفضل تعاني من حقبه من توابع حقبه في بقول لك هو جداً. تطبيق القانون يزعل بالظبط كده، مش بهزر.
تطبيق القانون يزعل؟ ما يزعلش. انا حضرتك انا بطالب ان انا اول واحد اهو، انا واحد من الجمهور، هروح زي اي حد، اخد بطاقتي من تذكرتي من الاونلاين، واخد الفان اي دي بتاعي اللي انا عامله اوريدي عندي وكل حاجه، واروح واخد واشوف المحظورات اللي انا وانا داخل الملعب اشوفها هي ايه. انا هعمل كده واشوف ايه هي المحظورات اللي انا وانا داخل الملعب اشوفها كلها، هيقول لي ما تجيبش معاك كذا وكذا وكذا، هعمل كده وهخش اشجع فريقي ونعمل الحاجات اللطيفه اللي بتاعت زمان المسموح بيها، اللي هي الايه الحاجات الشطشطه اللطيفه دي اللي وصلنا للمرحله بتاعت ان المنتخبات بتبقى تلعب واحنا ما نعرفش مرحله اللي وصلنا لفيها ان تفضيل النادي. على فكره النادي. مش اول مره اسمع الكلمه اللي انت بتقولها دي النهارده. انا سمعت الكلمه دي كتير قوي. لما تقعد تقول اصل اللاعب الفلاني انت مش عارف مين، انت كنت النادي اصل مش عارف مش هودي اللاعب. ايه يا عم في الكلام ده احنا يا كابتن، انت كنت حضرتك لاعب في 6 و8 و10، كنت بتقف ماتشات المنتخب، كنت بتلاقي الشوارع كومبليت ماتشات منتخب ايه مصر. ده انا الدوره اللي ما رحتهاش طلعت قعدت في المدرجات، قعدت اتفرجت في المدرجات في مصر. احنا وصلنا للمرحله دي ليه؟ من كتر العنصريه، من كتر التعصب اللي وصل وملا بالانديه. احنا هنفضل نعاني يا كابتن. نبني على كده من بكره بقى يا كابتن، لو في بشرة ان شاء الله بذات عدد الجماهير ترجع لجماهير المدرجات فعلا، نرجع ورا منتخب مصر الفتره اللي جايه اللي بيخوض منافسات قويه جدا الفتره اللي جايه، وعندنا تصفيات كاس عالم و و و ننتظر بكره البشاره محترم كمان طبعا، وننتظر بكره هنتكلم عن المنتخب. ولكن خليني قبل ما اكمل، انا اسف للمقاطعه، بمناسبه الجماهير والانديه، انا في رساله جايه لك من كثير من رؤساء الانديه الشعبيه. اتفضل. اللي اتفرجوا علينا الحلقه اللي فاتت وكانت حلقه سخنه مع صديق عبد الحكيم، بيبعتوا لك التحيه طبعا. على فكره الانحياز للجمهور دايما، ودي فكره الانحياز للجمهور. النائب احمد الخشن مثلا رئيس نادي جمهوريه شبين الصديق العزيز كان متحمس الفكره دي جدا، انه لازم الكل يبقى ورا الانديه الشعبيه طبعا، لان هي صاحبه الجمهور في الاخر. حقيقي ده اصل دوري بدون انديه شعبيه، سواء بقى دوري ممتاز، دوري محترفين، دوري درجه ثانيه ثالثه رابعه، بدون جمهور. انا عايز اوضح نقطه كابتن، ان مصر مش مصر، الناس اللي كلها شافت الحلقه واتفرجت وبتسالني بتقول لي انت ضد. انا مش ضد فكره الانديه الشعبيه كابتن. انت ما تقدرش تبقى ضد الانديه الشعبيه. انا ضد ادارات بعض الانديه التي تدير خطا. انا ما بتكلمش على الانديه، انا مش ضد فكره التواجد. انا اتمنى يبقى في 18 نادي شعبي، بس الجزئيه دي لا لا كداب لا بيكذب يا محمود. انا بتكلم على الادارات. لا ما تسحبش، انا بتكلم على الادارات اللي بتدير غلط. لا خالص، انا ما تراجعتش. انا ما زلت مصمم ان في خطا في اداره الانديه دي، كانت ممكن الانديه لا تحتاج لدعم، لا تحتاج لفلوس، وتشتغل استثماري صح. انا بقى انا بقول لك انه كان من المفترض ان احنا كل رئيس نادي شعبي وقادر يصرف على ناديه ويقف بيه. يعني انا بحب الحاج محمد مصلحي، انا اسلام بحبه كمان بعيدا عن اي حاجه. هو راجل تحسه مبالغ على فكره، ولكن الراجل ده كونه بيعمل كده في نادي الاتحاد السكندري وموقف نادي الاتحاد. كان بيصرخ من اسبوعين. ما هو ايوه بس لما انا بقول لك كونه ان هو بيعمل على حكيم الله ينور عليه، كونه ان هو واقف يعني الراجل عمل كل شيء وهو ومجلس ادارته، ولكن انا عارف ان هو له الدور الاكبر ومجلس اداره محترم جدا معاه وكل حاجه. محمد مصلح مش راجل فاشل. ما هو ده توابع. لا فاشل مين اللي يقدر يقول على محمد مصلح؟ هنرجع تاني لنفس الموضوع. هقول لك، ما انت بقالك مثلا 20 سنة ما كانتش تدار بشكل جيد. بقول لك احنا عايزين نعمل قضية الموضوع ده قضية، وتبقوا حضراتكم موجودين فيه عشان نقدر نتكلم في هذه الأمور، لأنه الحقيقة هو موضوع مهم جدا. أنا وجهة نظري في هذا الأمر إن يجب في مثل هذه الأمور إن أنا شخصيا أروح أحيي واحد زي كابتن محمد الخطيب. الحاج محمد مصلح أول واحد هيعمل لك مداخلة معاك لو احنا ناقشنا القضية. لا طبعا، لكن أنا مش بتكلم على المداخلة والمش المداخلة، أنا بتكلم أنا مثلا أروح أحيي واحد زي كابتن محمد الخطيب. ليه كابتن محمد الخطيب؟ لأنه مخلي النادي الأهلي رقم واحد في مصر وفي افريقيا. ليه كابتن خطيب في الحفل الاخير قال ايه يا كابتن اسلام؟ قال صعب اللي جاي. قال خلي بالكم الصعب اللي جاي، وذكر الانديه الشعبيه. ايوه بالظبط، وذكر الانديه اتكلم على الانديه الشعبيه. كابتن خطيب عارف قيمه الانديه الشعبيه. بنحيي الناس بتوع الاسماعيليه، بنحيي الناس، كل الناس اللي قادره تقف في وسط اللي بيحصل ده. اسعار خياليه في الوسط اللي لسه كان بيتكلم اللي حضراتكم كنتوا بتتكلموا فيه ده. ما هو يجب قد تكون هناك بعض الادارات الخاطئه في ادارتها، ولكن ده مش الكل. نوجه بقى، ده مش الكل، لكن انا وجهه نظري ان الاكثريه في هذا الامر تستحق دروع والله العظيم في هذه الامور. خلينا بس ده يبقى تدرس النار ما تدرس السمكه برضه عند الموضوع. انا معاك بس نديها له ازاي، ابدا بيها ازاي، اديله السناره ازاي، هي دي القصه. هنتكلم في الامر ده، ولكن مره اخرى التحكيم ودور التحكيم. والنهارده تم الاعلان عن التشكيل الرسمي للجنه الحكام، فيتور بيريرا ورئيس، محمد فاروق نائب، كابتن محمد فاروق طبعا نائب، عضويه كل من كابتن احمد الجرحي، كابتن احمد ساهر، كابتن حمدي القاضي، كابتن سعيد عبد الغفار، كابتن مجدي رزق، كابتن وائل الصباغ، كابتن محمد فرج، وكابتن مهند دبا. محمود يعني
دي الأسماء اللي موجودة في لجنة التحكيم. هل من الممكن أن نرى تحكيم بدون احتواء في أو مع بداية هذا الموسم؟ أنا كنت هبدأ من الكلام من النقطة دي يا كابتن إسلام. الفكرة مش فكرة أسماء خالص. أيوة. كل أسماء على فكرة معظمهم أصدقاء أعزاء ونعرفهم معرفة شخصية وناس يعني محترمين جدا وكل حكام دوليين سابقين ولهم بصمة في التحكيم المصري. المهم لما تقعد في موقع المسؤولية تفكر في نفسك وفي الصالح العام. أيوة. وبس. أيوة. لا هي فكرة أسماء ولا هي فكرة أعلام ورموز. الفكرة ممكن تجيب ناس صغار في السن شباب متحمس لكن حاطط في قدامه قرار واحد ان انا هعمل الصح وبس. هعين الحكم الصح في الماتش الصح. كل الاسماء اللي على الشاشه دي اسماء محترمه. دلوقتي اصبحوا في رهان قدام الناس وفي تحدي قدام الناس. اما يكسبوا التحدي عشان انفسهم لا اما يدخلوا التاريخ من باب الخلفي. امر واضح. اما يخرجوا من التاريخ من باب الخلفي. يخرجوا لا لا لو دخلوا يخشوا باب الخلفي محدش هيشوفهم يعني اللي هو الدخول الخاطئ. لكن الناس دي امام فرصه ذهبيه. ليه فرصه ذهبيه؟ على فكره انا ضد الناس اللي بتقول لك ان الفار كشف التحكيم. بالعكس الفار ساعد التحكيم. استفيدوا بالفار انه بيصحح لكم اخطائكم في اللحظه ساعتها استفيدوا بيه. تمام. ده في حكم رايه بيستنى لغايه لما يقولوا لا اوفسايد يرفع استفيدوا بالاخطاء اللي حصلت في السنوات الاخيره والكوارث اللي حصلت والاحتواء اللي حصل والمجاملات اللي حصلت والتعيينات الخاطئه اللي حصلت. استفيدوا دي لجنه الحكام الجديده. استفيدوا من اللي حصل في السنوات اللي فاتت. اردموا عليه. فكروا في اللي جاي. صحيح. لان التاريخ ولا هيحاسبكم مش حد تاني. وطبق على النادي الاهلي وطبق على نادي الزمالك وطبق على نادي الاسماعيلي واي نجم واي طبق على اي نجم واي لاعب واي مسؤول يعمل اي حاجه. لا احد فوق القانون. النادي الاهلي في كل بياناته استاذ عبد الحكيم بيتكلم بهذا الشكل. لا احد فوق القانون بما فيهم النادي الاهلي وبيطالب باصلاح منظومه التحكيم على النادي الاهلي قبل اي حد تاني. ده النادي الاهلي اخر ثلاث سنوات لو انت مسكت ورقه وقلم وحد بيتكلم بشكل موضوعي. احنا مسكنا ورقه وشاشه لا كمان ابعدنا عن قناه النادي الاهلي. لو حد بني ادم موضوعي ومسك ورقه وقلم وجاب حالات تحكيميه اكثر نادي اضير من التحكيم في السنوات الاخيره هو النادي الاهلي. انا زي ما قال زميلنا واخونا الاستاذ محمود مع جزئيه ابعد عن الاسماء. انا اتمنى 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 الناس تركز في اصلاح الاخطاء وتركز على ان انت حب نفسك عشان تكون لك مكان. ما انت ممكن انت لما بتحب نفسك وتشتغل انا هنا اتكلم كحكام مش كاسماء تروح بقى تحكم افريقيا تبقى دولي تبقى تدخل القائمه الدوليه ويكون لك دور بغض النظر. وانا من انصار ان انا ادي فرصه لاي حد موجود وبعدين يتم الانتقاد. ما قيمش من بدري واحكم على اسماء من بدري. موارد الاسماء اللي انت شايفها مثلا ان هي اقل من الموضوع تكون تدي بشكل كويس جدا وتكون افضل من الاسم الكبير اللي انت كنت متوقعه. التجربه ام الاختراع. بس التجربه اللي تثبت اذا كان الناس دي كويسين. ادينا 5-6 أسابيع وبعدين قيم وقول اللي انت عايزه. كابتن اسلام في موضوع التحكيم وانا هنا مختلف مع بعض رموز التحكيم والخبراء اللي دايما بيمتعونا بتحليلاتهم يعني. بيقولوا انه في مواهب في التحكيم المصري. انا شايف التحكيم المصري بيمر بمرحله صعبه. اوكي. على مستوى الموهبه. بالمناسبه انا غطيت اتحاد الكره لسنوات طويله وغطيت لجنه الحكام لسنوات طويله ايام الكابتن محمد حسام الدين رحمه الله عليه. كنت قريب منه جدا. اعتقد ان المواهب في التحكيم زمان كانت اكثر من دلوقتي. ربما الاسباب كتير ممكن نشرحها في ملف كبير تاني. انت عملت حلقه رائعه بصراحه على التحكيم من فتره رائعه. لكن انا ليا راي ان الموهبه بتقل زي ما بتقل في حاجات كتير بالمناسبه. بتقل في الغنى وبتقل في الكوره وبتقل في كل حاجه كتير. فالتحكيم بيمر بازمه انعدام ثقه قله موهبه قله دعم. اعتقد معلش انا برضو في موضوع انعدام الثقه ده تحديدا خلي بالك انه خلال الفترات القادمه لن تجد من يخرج ويدخل على رئيس لجنه الحكام ويقول له انت عملت كذا ولا انت ابن كذا ولا انت عملت مش عارف. فاعتقد ان الامور هتبقى أهلا. والله انا هنا يعني مش عايز افتكر اي حاجات قديمه ولكن انا بتكلم هنا على حاجه تخص كره القدم المصريه اللي جايه. يعني بريرا اعتقد ان هو محظوظ وجهه نظري. صحيح. انا بشوف الاجواء صح ممكن الاجواء تقدر تخليني كل الناس هتقف معايا. خلي بالك النادي الاهلي ونادي الزمالك وكل الانديه هتقف معاه لان كل الناس عايزه ايه. بس في حد لازم يقف مع بريرا قبل النادي كلها. هو بريرا نفسه هو نفسه واتحاد الكوره
ليه بقى؟ ليه؟ اتحاد الكره اقول لك نقطه، بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن الاحتواء وبعيدا عن كل الكلام ده خالص، اتحاد الكره لابد ان يقف وراء الحكام بصرف رواتبهم في وقتها. صح. السنه اللي فاتت حصل ازمه كبيره 28 مليون. صحيح اتحاد الكره كان معذور بصراحه في بعض التفاصيل انا اعرفها كويس، ولكن لازم اتحاد الكره من دلوقتي يبدا يحط تصور لصرف رواتب الحكام. وانا باخد الفلوس من الانديه ليه؟ ما انت زودت الفلوس 500,000 اعتقد على كل نادي السنه. مين بيدفع يا كابتن؟ نعم. وكان في قصور في التحصيل، كان في قصور في التحصيل كل الناس، كان في قصور في التحصيل. اللي بيدفع يا كابتن بانتظام 3 4 انديه. لا والله ده 3 4 انديه بس هم اللي دافعين. هم بالظبط الموضوع معكوس. ده انا السنه دي، لا انا عارف السنه دي ده من اول السنه، ده قبل بدايه الموسم. انت مش هتاخد الكارنيه بتاعك غير لما تدفع الفلوس اللي عليك. التحكيم اولا، فدفعت الفلوس من اول السنه. استثناء نادي او اثنين. الشكل كان بايخ ان الحكام تهدد بعمل حاجات ثانيه، تهدد بعمل مظاهره او الاعتصام. لا ان شاء الله نرى. فمن دلوقتي اقفوا جنب اللجنه الجديده بالظبط، وتعالى نحاسبهم على ادائهم الفني. يا رب ده اللي هيحصل خلال الفتره الجايه. انا اتشرفت بيك يا محمود، على استاذ محمود على وجودك معانا. شكرا جزيلا. اتشرفت بيك يا استاذ حكيم، وانا بشكرك. انا مسافر بالقطر دلوقتي. راح فين؟ مسافر بالقطر. خلاص بقى نرجع بالاتوبيس. نفسي نعمل حلقه اساله فيها اسئله كرويه، لو طبعًا جاوب طبعا هقوم امشي، لو جاوب انا هديله الجايزه. انا بشكركم جدا على وجودكم معانا، شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. عندي بكره حلقه مهمه جدا جدا جدا، حلقه عن الاعلام الرياضي في مصر. يعني اتمنى ان حضراتكم بكره تتفرجوا على الحلقه، علشان دي قضية مهمة جدا جدا جدا، وجايبين لحضراتكم من خلالها مفاجآت كبيرة جدا جدا. حلقة هتزعل يا كابتن. نعم؟ دي حلقة هتزعل. هتزعل ناس كتير. لأن حنا مش بس خلي بالك أنا بعمل إيه؟ أنا بدي المجال لكل واحد عايز يتكلم ويقول حاجة يقول اللي هو عايزه بدون أي مناقشة. أقصد إنها تزعلنا على حنا. وخلي بالك ما هو ده اللي بيحصل، إحنا بنحط حلول وروشيت عشان نقدر نحل هذه المشكلة. أتمنى إن شاء الله إن الحلقة بكرة تعجب حضراتكم، وإن شاء الله تكون حلقة تليق بقناة النادي الأهلي وباسم النادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.